غالبا مشاهدينا ما نندفع خلف مشاعرنا ونعتقد أن العلاقة اللي تربطنا ببعض الأشخاص علاقة قوية، فمن الممكن أن نتمادى من باب المعرفة المتينة وتنشأ خلافات كأمر طبيعي بين الأصدقاء. ولكن هناك خلافات تأزمت وانتهت بالقطيعة، فكيف يمكننا تجنب مثل هذه الخلافات؟ أو هل علينا تجنب هذه الخلافات؟ وكيف يمكن المبادرة لحل الخلاف؟ نناقش هذا الموضوع مع هبة شركس، مستشارة نفسية. حياة الله ويانا مجددا أستاذة هبة، شخبارك؟ أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور والسرور. كلنا عنا أصدقاء وكلنا ممكن نعاني من مشاكل أو شجار ويا أصدقائنا، فما أهمية الصداقة والحفاظ عليها؟ الصداقة واحدة من دعامات السعادة في الحياة. نعم. يعني أن الإنسان يكون عنده أصدقاء ده مبتغى كل إنسان، ولما بتكون هذه الصداقات قوية وناجحة والعلاقات دي بتكون علاقات فعلية بتؤتي ثمارها، الإنسان بيتمتع بصحة نفسية عالية. أكيد. لأن مجموعات الدعم في كل المجالات هي عنصر أساسي من عناصر السعادة فعلا، تحقيق مرتكزات السعادة الأربعة، واحد منهم العلاقات الاجتماعية. فالعلاقات الاجتماعية دي لا تخلو من الاختلافات والخلافات والتضارب المصالح، أحيانا تعرض الأولويات، فممكن يظهر على السطح أو تطفو على السطح الخلافات دي، وممكن تعكر صفو العلاقات الاجتماعية. والذكاء هو أن احنا نتعامل مع الاختلافات، وأن احنا يعني بيعرفوا الذكاء الاجتماعي على أنه هو فن ضبط المسافات في العلاقات الاجتماعية. يعني أقدر أضبط المسافة ما بيني وما بين العلاقات الاجتماعية المتعددة في حياتي والأصدقاء المتعددين في حياتي، هو ده قمة الذكاء الاجتماعي. نعم دكتورة هبة، تكلمت عن الصداقة كيعني عنصر أساسي لسعادة الشخص، ولكن عندما تتحول هذه الصداقة إلى كم هائل من الطاقة السلبية التي تؤثر على سعادة الإنسان، في هذه الحالة هل نحل مشكلة أم نتجنب هذا الصديق؟ هو طبعا لما الواحد يلاقي ان كل علاقاته فيها مشكلات لازم يراجع نفسه. أكيد. يعني ممكن يكون هو عنده اساسا مشكلة. صحيح. او نقص في مهارات التواصل الاجتماعي الخاصة بي، فيبقى لازم البني ادم رقم واحد انا اشوف هل انا صديق جيد، هل انا فعلا عندي معايير صداقة جيدة، هل بتنطبق عليا المعايير، وبعدين ابدأ اشوف طيب انا لقيت نفسي ان انا صديق جيد. ومفيش انسان يخلو من العيوب، دايما احنا محتاجين نطور مهارات عندنا. بنبدأ نقيم العلاقات بتاعتنا المختلفة، بنقيم الاصدقاء المختلفين اللي موجودين في حياتنا، بنبدأ نشوف ايه اوجه التشابه والاختلاف، وايه اوجه الايجابية في العلاقة، وايه الاوجه السلبية في كل علاقة من العلاقات. نعم. اذا مثل ما قلتي دكتورة هبة، انا هناك معايير للصديق الجيد، ما هي هذه المعايير؟ أهم معيار بيحكم أي علاقة في الدنيا. نعم. الثقة. الثقة بالنفس. الثقة بالآخر. معناها الواسع، الثقة بالنفس، الثقة بالآخر، والثقة في العلاقة نفسها، أن العلاقة دي مستمرة ومستدامة. نعم. إزاي الواحد يكون واثق في الآخرين؟ حسب نوع العلاقة. يعني لو أنا مثلا عندي علاقة بزميل في العمل، لازم أكون واثق في أدائه المهني. صحيح. مش محتاجة أكون بثق في كل حاجة في حياته، لأن هو بس مجرد زميل عمل، أو ممكن يكون أنا مدير لهذا الشخص، فأنا عايزة أدائه المهني. ثقتي في أدائه المهني بتوطد العلاقة المهنية اللي موجودة ما بيننا وما بين بعض. لكن صحيح. الأصدقاء في الحياة لازم نكون واثقين، فنسأل نفسنا شوية أسئلة. تعالي نتعرف على الأسئلة دي. أول سؤال، لو أنا سعيدة مين من أصدقائي هحب أشاركه سعادتي؟ وبالعكس لما هشاركه سعادتي هتزيد، وهو هيفرح لي وكمان ممكن يفرح اكتر مني. نعم. لو لقيت حد من اصدقائي في هذا المعيار، فده يبقى صديق جيد يستحق الثقة. الرقم 2، مين من اصدقائي لو انا في دقيقة هقدر ألجأ له؟ مين اقدر افضفض معاه؟ مين امين على اسراري؟ فلما الاقي حد من اصدقائي ممكن ألجأ له وقت الضيق، وعنده السعة النفسية ان هو يسمعني وان هو يحتويني وان هو يعكس لي مشاعري وان هو يتفهم ويتعاطف معايا، وكمان يكون اهل للثقة، يعني مش هيكشف اسراري، فهو اهل للثقة. هي اللي صعب نحصلهم في هذا الزمن. مش صعب، هم كل يعني كل المواصفات الخاصة بالاصدقاء هي موجودة. المشكلة ان احنا احيانا بنصر على ان الشخص ده تحديدا هو اللي ممكن يكون صديقي. وده بيخليني اتعمى او اتجاهل اشخاص مهمين جدا في حياتي. عارفه وقت الضيق ساعات الواحد بيبقى متامل ومتعشم احيانا في ناس، والناس دول قد يغزلوه.
لكن سبحان الله بيجي في الوقت ده في وقت الضيق وتلاقي ناس انت ما كنتيش متوقعه ان هم هيقفوا جنبك وتلاقيهم هم دول اللي في ظهرك. نعم. تلاقي ان هم دول سندك. فالمواقف كواشف، لما بيحصل مواقف في الحياه بنبدا نكتشف هو مين الاصدقاء. عجبتني هذه الجمله، المواقف كواشف. نعم. يعني محكات الحياة هي اللي بتبين صاحبك من عدوك، بتبين مين اللي معاك ومين اللي مش فاهمك أساسا واللي بعيد عنك. المشكلة بقى أن احنا أحيانا بنتجاهل كل اللي موجود، بنفضل واقفين ومتمسكين بشخص واحد، بنضيق واسعا. ربنا موسع علينا بأصدقاء وبنعم ما بنشوفهاش وما بنحمدهاش، وبنبقى عايزين أن أنا لأ، أنا عايزة فلانة تحديدا هي اللي تسندني في الموقف ده. فده بيضيع عليا فرص تكوين صداقات حقيقية. يبقى اللي بيفرح لفرحي، اللي بقدر أن أنا أشاركه أحزاني، شخص اللي أنا كمان بقدر أضيف له حاجة علشان ما كنتش شخصية اعتمادية واتكالية. يعني مش عايزة حد يفرح لي ويحتويني لكن أنا مش بقدم حاجة في هذه العلاقة. طبعا هذه المعايير تنطبق، أنا بفرح له، أنا كمان صحيح. بقدر أن أنا أسنده. كمان بنقدر نتكلم مع بعض. يعني المواقف دي مواقف بتمر علينا في لحظات في الحياة، لكن في أغلب الوقت احنا بنعرف نستمتع مع بعض، بنعرف نولد أفكار مع بعض، في مشاعر مشتركة ما بيننا وما بين بعض. لو غبنا عن بعض سنوات ورجعنا نتكلم مع بعض تاني كأننا كنا مع بعض امبارح، مش محتاج مبررات ومش دايما بيقعد يلومني وبيقعد يعاتبني. دي مميزات الشخص اللي فعلا انا اثق فيه واديله صداقتي واقترب منه واظبط المسافه ما بيني وما بينه في اتجاه الاقتراب المستمر ان شاء الله. ونحن سالنا ايضا شريحه من المجتمع عن ان شو الاشياء اللي يسوونها سبب ان يصلحون هذا الخلاف، ومن ثم نعود للعلاقات الاجتماعيه وكيف نصلح الخلاف اللي موجود. نشوف مع بعض. نشوف مع بعض. المودة والمحبة وكل شيء بالهداوة يصير يعني ويخلص. أحاول إني أتفهم وياه وممكن إني أتجنب المشاكل يعني من الأساس. أنا أحاول إنه ما أسوي مشاكل، وإذا صار أحاول إني أتناقش وجين. نجيب شيباننا ونجيب إخواننا الكبار إذا هم العائلة، وإذا من برا العائلة نجي نفسيا تستسمح منه. هذا تيب ناس روسة، ناس هالخبرة وناس كبارية وناس معروفين وتحل وديا. أسألهم عن طريق الصواب. أتفهم وياه وأشرح له الوضع ويعني أجيب أسلوب لين عشان هو يفهمني وأنا يعني يتقبل مني الكلام الزين. هو القانون مش مستحب الواحد يلجأ للقانون، لأن طالما إحنا عندنا قلوب نتسامح مع بعضنا أو يبقى في ود بيننا وبعضنا عمرنا ما هيبقى في مشاكل بيننا وبعض. يبقى الحب يكون بيننا ولازم يكون محوط علينا كلنا. إذا فشل التحاور بين اثنين بنلجأ لشخص ثالث بيكون معروف بتسامحه، بعقله الكبير، برجاحة عقله، برزانته. فبالحوار ما في داعي ندخل قانون. ما صار في مجال للاتفاق بالحوار والنقاش، نلجأ لطرف آخر يكون صاحب رأي وصاحب فكر يحسن يقرب وجهات نظر بيني وبين الشخص الآخر. والقضاء أتصور أنه يعني آخر شيء لازم نلجأ له، لأن نحن بعام التسامح لازم يكون التسامح بيناتنا دائما موجود. التسامح بنحاول قدر المستطاع أنه يكون في قلوبنا الرحمة، نتمسك بمبادئ رسلنا ومبادئنا الأساسية كعرب. شفنا دكتورة بأن الجميع يعني يفضل أن يحل مشاكله وخلافه مع أصدقائه، هل بالضرورة أن تكون هذه الحالة هي الصحيحة والإيجابية؟ وطبعا حسب نوع الخلاف وحسب درجة العلاقة ودرجة الصداقة. زي ما قلنا في أصدقاء مقربين وفي أصدقاء الواحد محتاج أن هو يبتعد عنهم أو يتجنبهم، دول مش بيبقوا أصدقاء حقيقيين يعني. وأول خطوة ناحية حل الخلافات هو أن احنا نوصل لمستوى الوعي نفسه بالمشكلة. يعني إيه؟ يعني عادة لما بتيجي مشاكل أو خلافات ما بين الأصدقاء وبيجوا في الاستشارات مثلا، بنبدأ نشوف كل واحد شايف المشكلة إزاي، وجهات النظر دي لما تتقرب ونبدأ نوصل لليفل واحد أو مستوى واحد من الوعي بالمشكلة، نعرف المشكلة إحنا الاتنين نفس التعريف، بيبدأ بعد كده نقدر ندور على الحلول. لكن طول ما كل واحد شايف المشكلة من وجهة نظره ووجهة نظر مختلفة ومش قادر يتعاطف مع الآخر، مش قادر يفهم الآخر، مش قادر يعي
باحتياجات الآخر يعني بيبقى فيه صعوبة بالغة في حل المشكلة. عشان نوصل لرؤية مشتركة للمشكلة ونوصل لأرضية مشتركة نقدر ننطلق منها في حل المشكلة، لازم يكون عندنا أسلوب عرض، لازم يكون عندنا سعة صدر، لازم يكون عندنا رغبة في الاستماع أصلا للآخر وتقبل الآخر. لو كانت العناصر دي مش متوفرة ما بينهم وما بين بعض، فعلا زي ما أشار بعض الإخوة في اللقاء إن هم يبدأوا يشوفوا واسطة، يشوفوا وسيط يبدأ، بس الهدف بتاع الوسيط إن هم يوصلوا الرؤية مشتركة، يبقى المشكلة واضحة عند الطرفين ومعرفينها نفس التعريف، إن احنا نقرب وجهات النظر. بعد ما بنقرب وجهات النظر بنبدأ نتوجه للحلول المتاحة وبنبدأ نحل الوضعية. دايما الناس في حل المشاكل بتقع في غلط كبير قوي، إن هم بيبقوا عايزين طرف يبقى هو المشكلة وطرف يبقى هو الضحية، فحد هو الجاني وحد هو الضحية. لكن عادة في الخلافات وفي المشكلات وفي العلاقات بيبقى كل منا وقع في غلط معين، فكل واحد يتحمل نسبة من خطأه، ونحاول نوصل لحلول وسط مرضية للطرفين، ونحط في اعتبارنا الطرفين، ونحط في اعتبارنا ان احنا يكون عندنا روح التسامح برضو، ويكون عندنا روح ان احنا اكبر العلاقة اللي ما بيننا اكبر من المشكلة، او ان احنا نبدأ نتجنب الشخص ده لو هو مؤذي وتكرر الاذى منه. بحديثك دكتورة هبة عن الأنانية يعني يرجعني أو يذكرني بخلال استضافتك في برنامج برايك، عندما قلت الانتقال من ثقافة الأنا إلى ثقافة نحن في علاقتنا الأسرية، فهل صح. هذا شيء ينطبق أيضا على علاقتنا الاجتماعية؟ ونصيحة ختاما. طبعا ان في العلاقات الاجتماعيه دايما احنا عايزين نخرج من ثقافه الانا الى ثقافه النحن، وبندور دايما على فوز للطرفين، ان كل طرف يطلع من العلاقة رابح. نعم. وان احنا نقلل الخسائر ما بين الناس وبعضها. أكيد. وان احنا نظبط المسافات بيننا وبين الناس، ما نقتربش قوي من حد بيأذينا، وما نبتعدش كل البعد لدرجة ان احنا ندمر كتير من العلاقات ونخسر كتير من الناس. نتسع اجتماعيا علشان نحتوي العديد من العلاقات، ونخلي عندنا دوائر دعم ودوائر اهتمام مختلفة، يعني مش صديق واحد هو اللي ممكن نشاركه كل حاجة في حياته. دكتورة هبة، ما أخفي عليك عندي المزيد والكثير من الأسئلة، ولكن داهمنا وقت الفقرة. شكرا، دائما تشرفينا بتواجدك ويانا. شكرا ليكي وشكرا للمشاهدين. ومستمرين مع مشاهدينا ولكن بعد الفاصل.